بعد نص ساعة رح يكون عشاق رياضة أو الآن تحديداً خلينا نقول لا أيوة الآن خلاص صار عشاق رياضة التنس يعني على موعد مع انطلاق أولى مباريات بطولة سكس كينجز إسلام واللي حتقام في ذا فنيو بالرياض. البطولة جزء من الأحداث الرياضية لموسم الرياض 2024 اللي انطلق من أيام وحتكون بمثابة عرض رياضي ما له مثيل فعليا لأنه حيضم 6 من ملوك اللعبة اللي حيتنافسوا في البطولة الودية المستمرة 3 أيام. اللاعبين احنا بنتكلم الأساطير المخضرمين يعني نادال جوكوفيتش ومن الشباب الأبطال بنتكلم سينر الكراز ميدفيديف روني فكل هذول حيكونوا موجودين في هذه البطولة. جوائز البطولة رح تكون الأغلى في تاريخ اللعبة كمان وعلى مستوى العالم بإجمالي 12 مليون دولار وحتتوزع على المتنافسين 6 ملايين دولار للمركز الأول 3 ملايين للمركز الثاني 2 مليون للثالث ومليون للرابع. احنا معانا من هناك مراسل العربية نايف الثقيل، اهلا فيك معانا يا نايف، كيف الاجواء عندك؟ اهلا ساره، احنا الان موجودين في منطقة الفان زون الرئيسية. ايوه باقي تقريبا نص ساعة ويسمح بفتح البوابات الى داخل الصالة. بطلب من زميلي المصور انه ياخذ جولة، شايف العدد الكبير اللي حاضر اليوم لحضور المواجهتين المؤهلة لنصف النهائي، جمهور متنوع، أجانب، سعوديين، شباب، كبار، مثل ما ذكرتي سارة يعني هذا حدث ما له مثيل نهائيا. أبنى. كل ملوك رياضة التنس موجودين وبيتنافسون، فالكل مختلف الاهتمامات موجود، ويمكن اعتزال نادال وان هذه يعني البطوله قبل الاخيره له خلت بعد عدد كبير من محبيه من خارج السعوديه يحضرون ويحصون انهم يكونون متواجدين في هذه البطوله. ايه طب لو تشرح لنا بس نايف للي ما يعرفوا عن البطوله هذه كيف راح تمشي البطوله؟ طبعا صار البطولة بتلعب على مدى 4 أيام أو مدتها 4 أيام، لكن نزال المنافسات بتكون على 3 أيام. اليوم بيكون فيه التصفيات النهائية. التصفيات النهائية بالمواجهة الأولى بتكون بين ميدفيديف وسينر، والمواجهة الثانية بتكون بين روني والكاراز. الفائز من المواجهتين يتأهلون إلى نصف النهائي. نصف النهائي بيقام بكرة في نفس المكان، وبيكون المواجهة طبعا القوية بتكون مع نوفاك ونادال، واللي يفوز من النصف النهائي بتكون المواجهة الأهم والأبرز بتكون يوم السبت إن شاء الله. يوم الجمعة بتكون فترة توقف ومهلة للمتنافسين على النهائي، راحة، ويوم السبت بيكون النهائي. دائما في البطولات سارة لما يكون في مشاركين مستوياتهم متفاوتة تلقين الشغف والاهتمام ما يكون إلا في النهائي، بس مثل ما ذكرتي أنت ومثل ما الإعلان أنهم هم الملوك الستة، فالشغف والاهتمام والحضور الجماهيري مثل ما شفنا موجود من أول مواجهة من المواجهات التصفيات النهائية، وهذا اللي يميز دائما موسم الرياض أنه إذا أقام فعالية رياضية دائما هو يخلق تجربة أعلى وتجربة أفضل وشيء مختلف ما صار في أي مكان في العالم. صحيح وبالله يعني نايف كيف يعني إيش رأيك كده في يعني إحساس نادال وجوكوفيتش أنه يعني خلوهم هدول يلعبوا في أول يوم اللي هم أبطال في اللعبة واللي يفوز يجي يلعب معانا بعدين، يعني رهيب الإحساس. رهيب الإحساس ويعطيهم بالعكس فرصة أنهم يشوفون المنافسين أداء المنافسين وكيف التكنيك حق المنافسين، وأصلاً يعني نادال وميدفيديف ما وصلوا إلى هالمرحلة إلا من جهد. إيه قصدك نادال وجوكوفيتش. نادال ونوفاك. إيه ايوه نوفاك عفوا. ايوه فما وصلوا الى هالمرحله الا بعد تعب، وامس شفنا لقاء نادال مع العربيه كيف صح. كيف المواقف الصعبه اللي واجهها حتى وصل الى هذه المرحله. ان شاء الله يوم انا وانت نعيش التجربه دي ساره، نكون احنا ننتظر الناس يلعبوا بعدين يجونا، بس يعني اذا حنقعد ننتظر ايش الرياضه اللي حنلعبها؟ يمكن ركوب الخيل هي اللي الاعمار فيها يكون كبيره ولا ايش كمان؟
حلو الموضوع الاعمام لانه ما كان خادمنا في رياضات الكترونيه. اي لا لا ما لا ومو بس كذا يعني في في التنس وفي الرياضه كره القدم وكذا ما حنقدر يعني خلاص يعني الاعمار يعني خلاص احنا المفروض نكون في مرحله الاعتزال يمكن الان او انت على الاقل في مرحله الاعتزال مو انا. سام يلا بمشيها لك ممكن انا ممكن وانا شايل بس ادخل ادخل الصاله يجيني شد عضلي وانا ما بعد بديت اصلا للحين. ايوه لسه هذا بتقول يا هادي يعني. طيب نايف يعني ما شاء الله حوالينك في الناس ويبدو كمان انه اصلا هو المكان قريب من كل الفعاليات صح؟ يعني سامة خليني اطلب من زميلي المصور. أيوة. ممكن تشوفين جنسيات يعني مختلفة بتجول أنا وياه إذا في الوقت يسمح. يلا يلا تجول معنا جنسيات كيف مختلفة موجودة يعني يعني هذه المنطقة سارة دائما يعني مثل ما قلت أنت هي موجودة وصل يعني في منطقة الفعاليات جنب أيوة. البوليفارد وورد والبوليفارد سيتي وجنب المملكة أرينا الوصول لها سهل جدا ممكن حتى تخلص التنس وممكن أنت تروح بعد تلحق أنك تشوف الفعاليات اللي موجودة في البوليفارد وورد وهذه ميزة التواجد هنا أنت تشوفين يعني عدد كبير من الجماهير مع أنه بدأ تقريبا فتح الصالة للدخول لكن تشوفين يعني قدامنا كيف الأجانب مختلف الأعمار بعضهم عاملين موجودين في السعودية مقيمين وبعضهم حضروا خصيصا للفعالية على فكرة هذا زون واحد من أكثر من زون سارة موجود في محيط الملعب وفي أماكن لالتقاط الذكريات ممكن قدام هناك تشوفين شعار البطولة في مجموعة قاعدة تتصور قدامها هنا الكرسي اللي تشوفينه حق البطل ممكن هذا حدي أنا وأنت نجلس وناخذ صورة على يسارة قال نعطي نفسنا البطولة من بدري واللي يعني على الأقل جلسنا على الكرسي يعني والله جميلة لو داعي عنا سارة طلعت اللايف من هنا وأنا جالس شفت لو كنت تدري اي والله كانت يلا خلاص مو مشكله الفرص الجايه يعني يلا قوم هو دحين فرصتك الان قام لا بيطلعوا الناس بتطلع تتصور طيب اوكي يلا نحن زحمه يا سامه زحمه يا دنيا زحمه طيب شكرا لك كان معنا مراسل العربيه نايف الثقيل شكرا لك.